إن شاء الله ما يرجع يفصل. يلا ليكو، أنا ما حأعمل أدمت لولا جست، ما بعرف إذا هيدي الأدمت لأنه عم يطلبوا أدمشن، هني عم بفوتوني بالحيط. ما حأعمل أدمشن لولا جست، أوكي؟ طيب هيدا هو الميتينج ايه؟ ايه ان شاء الله يضلوا صاغ سليم ان شاء الله يا رب يا رب. بالنسبة للاشعور، حكيت انا عن اللاشعور المرة الماضية، ولكن بما انه اللاشعور كتير مهم بعلم النفس بدي ارجع عيد كم نقطة وشدد على كم نقطة كتير مهمة. اللاشعور هو اساس علم النفس واساس التحليل النفسي وأساس نظريات التحليل النفسي. اللاشعور أغلبية علماء النفس اهتموا فيه وأعطوا أهمية كتير بسيطة للشعور. وانس ما عادش سمعتوني ابعتوا لي واتساب، أنا عندي 3G وحتى الإنترنت عندي ماشي، بس ما بعرف شكله المشكلة بالمايكروسوفت تيم. ابعتوا لي دغري واتساب لانتبه. يا جماعة، مثل ما اتفقنا احنا قسمنا شعور لشعور حسب الجبل الجليدي. في هناك بعض العلماء النفس اعتبروا انه النفس البشرية هي مثل النهر، نحن لا نرى الا الجزء السطحي من هذا النهر ولا نعرف ما يوجد داخل وفي اعماق هذا النهر. العمق لهذا النهر هو اللي شبهوه باللاشعور. أعماق هذا النهر هو اللاشعور اللي نحن ما بنقدر نشوفه بالعين المجردة، وهو غير ظاهر للعيان، وهو حتى غير ظاهر للإنسان بحد ذاته، يعني هو لا يدركه، هو لا يدرك. اللاشعور أبدا لا يدرك، أوكي؟ علماء النفس مثل ما اتفقنا قبل فرويد، في حدا قبل فرويد اسمه شاركو اللي هو استاذه اصلا لفرويد. شاركو كثير اهتم يعني هو اللي حط تقريبا مبادئ للتحليل النفسي. وشاركو هو اللي اهتم باللاشعور. حتى هلا رح نشوف قدام شاركو بيقول له معلومه كثير مهمه لفرويد وبيبني على اساسها كثير من النظريات، انه الاعراض الاعراض الهستيريه وراء شيء غير مفهوم ووراء دائما الجنس. طيب لا شعور ان جنرال هو شو؟ هو مثل ما اتفقنا هو كل شيء منسي من عقل الانسان، هو كل شيء غير مدرك في عقل الانسان. النسيان، هناك نوعان من النسيان، هناك نسيان سطحي ممكن انه انسى معلومه ولكن انه ممكن استرجعها بسهوله. اما النسيان العميق اللي هو فينا نقول عنه، يعني فينا نقول نسيان عميق له خصة باللاشعور، هو هذا النوع من النسيان اللي نحتاج إلى جهد، مجهود شاق، ونحتاج إلى وسائل أخرى. بس ون منت كنت عم دقل لك، كان عندي مشكلة بالإنترنت. إيه زينب، ليكي مش قادرة أحكيك كتير أنا أونلاين، سمعتيني؟ على المايكروسوفت دغري بيفصل، بيحط لي اون هولد كول، اون هولد كول بيطلعني من هيدا. طبعا شو المشكلة؟ عم يحط لي اون هولد وبيطلعني من ال، بيقول لي ويت لحتى تعملي ريجوين، ويت لحتى تعملي ريجوين. ما بعرف شو القصة. هلا ماشي الحال، قلنا 5 دقائق ماشي حالنا، بس بركي رجعت عملت ريستارت وطلعنا من الميتنج وعملنا ميتنج جديد. بس اول مرة بتصير شو هيدا اون هولد، بيفصلني عن هود وبيفصلني. طيب يلا برجع بحكيكي، يلا باي باي، ميرسي باي. اوكي سوري.
كنا عم نحكي حدا معه خبرة. طيب، فإذا كل شيء منسي هو يعني كل خبرات، كل الحوادث، كل الذكريات المنسية من النوع النسيان العميق هو مكون هذا اللاشعور. لا يستطيع الإنسان أن يستذكر أو يتذكر هذه الذكريات بسهولة، إنما يحتاج وسائل خاصة، مجهود شاق لكي يتمكن من تذكر هذه الأمور. فإذن هذه الذكريات وهذه الحوادث اللي فاتت بالديب، أوكي، بالعمق ونسيها الإنسان، هي مكونات اللاشعور، هي مكونات اللاشعور. طيب، اللاشعور طبقة عميقة جدا، عميقة يعني في غاية العمق، خفية. عم نحكي عن خصائص اللاشعور، يعني إذا قلت لكم بالامتحان ما هي خصائص اللاشعور، هوهن هي طبقة عميقة غاية العمق، خفية عن الشخص غاية الخفاء، مخفية لا يدركها. نعم نعم لا بعض بعض الصوت بعض الصوت نعم شو كيف دكتورة؟ هو الانترنت من عندها ضرقية مش من عندك. فإذا اللاشعور هي طبقة عميقة في غاية العمق، خفية عن الشخص غاية الخفاء. خفية يعني مخفية، ما بيدركها، ما بيعرفها، ما بيعلمها. وهي مليئة بماذا؟ مليئة بالأفكار، مليئة بالذكريات، مليئة بالرغبات. وهذه وين هي كلها؟ وين مدفونة باللاشعور؟ لا يستطيع الإنسان أن يعني أن يغيرها أو أن يتحكم بها، لأنها ليست مدركة. ماشي، ليست مدركة، ولكن هي خطيرة كتير. ليش؟ لشعور خطير كتير. ليش؟ لأنه له أثر كبير جدا في توجيه سلوك الإنسان وفي تكييف شخصية الإنسان. صحيح غير مدركة، خفية، موجودة بالعمق، ولكن إلى أثر كتير كبير 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 على تكوين شخصية الإنسان وعلى توجيه سلوكه بطريقة لا واعية، غير يعني بطريقة لا شعورية. فهذه الرغبات المخفية الموجودة في اللاشعور تستطيع أن تؤثر على تصرفات هذا الإنسان بشكل كتير واضح. وبشكل غير مدرك، وتؤثر على شخصيته أثر كتير كبير. مثل ما اتفقنا، شاركو اللي هو استاذه هيدا عالم نفس فرنسي، وحتى تلميذه، عنده تلميذ كمان مثل فرويد اسمه جاني، هدول فرنساويه اشتهروا كتير يعني هني تقريبا اللي حطوا هيك مثل نقول اول اسس للتحليل النفسي. بعدين رجع اجا فرويد وكفى الطريق. قال شاركو انه حالات الهستيريا اللي بتكون عند المريض الهستيريا اصلا ترجع الى ذكريات حوادث قديمه حدثت لهذا المريض، واعراض هذا المرض التي ظهرت على هذا المريض تشتق صورتها من هذه الحوادث. كيف يعني؟ يعني انا
أعطيك يا مثلا، يعني أنا مثلا إحنا اتفقنا مريض الهستيريا شو بصير؟ بصير في عنده شلل أو خلل أو عطل بعضو من أعضائه، يعني هو أنا إيدي انشلت ما بقدر أحرك، عملنا فحوصات وعملنا كل شيء، ما في سبب عضوي ما في سبب طبي بفسر هيدي الحالة، أوكي؟ فإذا حولوا حالته إنه هي مشكلة نفسية، لأنه عملنا فحوصات عملنا صور ما بين في شيء خلل بدماغ، ما بين في شيء عضوي. هذا المريض الهستيريا صار مثلا، عم بعطيكم انا مثلا عني، صار في عندي شلل بايدي لنقول مثلا، مش عم بحكي لكم عن حادثه يعني. واذا رجع عالم، هذا عالم النفس او عالم اللي هو الطبيب النفسي، بيستخدم اكيد طرق كثيره لحتى يقدر يستكشف شو القصه، شو هو الموقف، شو هي الحادثه، شو هي الذكرى التي حدثت لهذا المريض وأدت إلى أن تشل يده. بقول لك إنه مثلاً إنه أنا كنت بدي أضرب حدا، ولاقي حدا لنقول بحبه أو حدا عزيز، أهضبت منه ولكن ما قدرت فأصبت بالشلل. يعني اللي بدي أقولكم إياه، الذكرى الأليمة، الحادث الأليم العارض بده يصير هو قريب لهيدي الحادثة. يعني أنا كنت بدي أضرب حدا، قمت أنا ما ضربت حدا أو حسيت بتأنيب الضمير، فالعطل هو شلل بإيدي. مثل ما أعطيتكم المثل تعول مريضة شو اسمه، المريض البارير اللي هي اللي قالت إنه أنا كنت عم ببكي كتير لما كان بي مريض، وقد ما كنت عم ببكي وما بدي بي يشوفني إنه عم ببكي، سألني عن الساعة فما قدرت شوف عقارب الساعة وما قدرت اقشع، وكأنه صار في عندي ضبابية بالرؤية. هذه الحادثة ترجمت عندها لهذه المريضة فيما بعد بأنه عطل، ألا وهو أنه بتشتكي من العمى. فإذا شاركو بيقول هو أول من حط أنه مريض الهستيريا اللي عم يعمل هستيريكال اتاكس، هيدول المرضى صار في عندهم حوادث نفسية سابقة، والعطل الذي طرأ أو العارض شو هو، يعني من كلمة عوارض، العارض أو الشيء الذي ظهر أو العطل الذي ظهر له صلة عميقة بهذه الحادثة الأليمة المكبوتة. ما بيكون عارفها هو المريض مكبوتة، أوكي؟ فمنقول إنه البذور الأولى للتحليل النفسي وضعها العالم شاركو. بعدين إذا براير اللي نحكينا عنه، اللي هو كمان نجح إنه يشفي مريضته اللي كان عندها هستيريكال أتاكس، وحكينا بالمحاضرة الماضية إنه هيدا المريضة رجعت تعلقت فيه لأنه هو تبني لها حالتها وهو اللي صدقها وهو اللي قدر إنه يشفيها، ولكن براير استخدم طريقة لحتى يستنبط هذه الحوادث وهذه الذكريات. اتفقنا استخدم شيء اسمه التنويم المغناطيسي، فصار ينيم مريضته التنويم المغناطيسيا، اوكي، لحتى يعيد الى ذاكرة هذه المريضة ما فقدته من هذه الحوادث والذكريات، وصارت المريضة بس تتذكر هذه الذكريات وهذه الحوادث كلي وجهها فيهم براير، وإلا أنه هيدا هو السبب، وكانت تتمثل الشفاء بشكل كتير سريع، وهي أول حالة اللي شفيت من حالة الهستيريا على إيد براير. بعدين كما اتفقنا رجع فرويد اللي هو تلميذه لشاركو، كمان اتأثر بشاركو اوريدي، اتأثر بالكيس اللي عالجها براير واللي شفيت من حالة الهستيريا، وفات بأعماق التحليل النفسي، وهو اللي حط المذهب الأساسي للتحليل النفسي، واللي غاص فرويد باللاشعور، وظهرت مؤلفات كتير كبيرة ومنشورات ومجلات أبدع فيها فرويد، وهذه النظريات كانت جديدة بعلم النفس، كلها تقريباً حط فيها أسس للتحليل النفسي،
واعتمد فرويد على اللاشعور اللي هو الشيء الأساسي للتفسير الحالة المرضية النفسية التي يعاني منها الفرد. فإذا فرويد بيقول أنه اللاشعور هو أساسي، هو يعني ما في شيء بالصدفة، يعني ما في مريض مرض بالصدفة عند فرويد، ما في شيء وليد الصدفة، إنما هناك لتركيبات مختلفة أدت إلى ظهور هذه الأمراض، ألا وهو المكبوتات الموجودة باللاشعور، واللي كان مثل ما اتفقنا فرويد يعتمد على التداعي الحر، اتفقنا براير اعتمد على التحليل المغناطيسي، أما الثورة الجديدة اللي عملها فرويد ألا وهو التداعي الحر، اللي قدر بجهد كتير شاق وبده حدا يكون كتير ذكي وبده جهد كتير شاق وبده يعني حدا كتير متمرس اللي قدر يستكشف من خلال ذلات اللسان تعول المريض، من خلال الأحلام لأنه كان يسألون كتير عن الأحلام، من خلال التداعي الحر لحتى يحكوا عن الذكريات والخبرات، فيقدر يستكشف هذه المكبوتات وهذه المخزون في اللاشعور. فإذا كمان بيقول فرويد، باش نرجع نزيد أنه كمان في الجنس له خصة كمان في هذه المشاكل والأمراض العصبية والأمراض النفسية. فاللي بدي أقول لكم إياه أنه رجع فرويد هو اللي تبنى، اللي أخذ هيدول اللي مثل الكيز مفاتيح من شاكو من براير من جاني، كله هيدول حطهم وطور فكرة التحليل النفسي وأبدع، وحتى صار تقريبا حط أسس لعملية التحليل النفسي. شو هي خصائص كمان اللاشعور؟ اللاشعور هو يا جماعة مثل ما اتفقنا أنه هو مخزون ومختفي ومنسى ويتبع عليه النسيان العميق، ولكن هو كمان اللاشعور هو غير خلقي. شو معنات خلقي؟ يعني ما بيخلق فيها، غير خلقية، لا يخلق فيها الإنسان، ما بيخلق فيها الإنسان، لا تحدده القوانين الخلقية ولا الاجتماعية من أي نوع. فإذا يعني عالم الخلق والاجتماع ما خصهم ولا بيتدخلوا باللاشعور. وكمان في شغلة كتير مهمة، إنه عنده اللاشعور لا يدرك الزمن، لا يدرك الفواصل الزمنية، ما بيعرف الماضي من الحاضر، بيخلط فيهم. وأكبر مثال على ذلك بيقول فرويد إنه بالأحلام بيقدر يستعيد المريض الماضي كما لو كان حاضراً. كيف كان يكتشف اللاشعور اتفقنا والمكبوتات فرويد؟ من خلال الأحلام ومن خلال ذلات اللسان. فبيقول فرويد إنه هذا اللاشعور لا يدرك الفواصل الزمنية ولا يعرف الماضي من الحاضر أبداً، إنه أكبر دليل على ذلك إنه بالأحلام هذا المريض وهذا الإنسان يسترجع حوادث حدثت في الماضي وبعيشها. وبيقول فرويد اللاشعور هو المخبأ، هو المخزن، هو البير الذي نخبئ فيه ونلقي فيه ما يزعجنا ويخيفنا من أفكار ورغبات وذكريات، منحطها بهالبير ومنسكر باب البير عليه. وتكبت ولا نستطيع أن تتسرب إلى ذاكرتنا، فتصبح نسياناً منسياً. لكن هذه الرغبات وهذه الأفكار وهذه الذكريات هي أساس وهي ذات وثيقة الصلة بحياتنا النفسية، تؤثر على الحياة النفسية وعلى حياتنا اليومية وعلى سلوكنا
وعلى تركيب شخصيتنا بطريقة غير واعية وغير مدركة. هلا ماني فاضي، عندي محاضرة، بليز عندي محاضرة بس خلص. ماشي واضح، هنسمعوني الحديث هلا، كل شيء مفهوم دكتورة؟ واضح واضح دكتورة، لو سمحتي علي صوتك. ايه في مجال تعطيني مثل كيف يعني انه هو ما له علاقة بعلم الاجتماع؟ هو ليس هلا حاعطيكي بعد مثلا، هلا لما قلكن عن الميكانيزمات اللاشعورية رح تفهمي شو قصدي. اوكي بعدني بهيبة. طيب عنا كمان بدنا نحكي بعد عن اللاشعور. اعطوني دقيقة اشوف اذا هلا قبل ما فوت على الميكانيزمات الدفاعية اللاشعورية اللي حكيتها باول محاضرة واللي لها خصة باللاشعور، بدي بس اتطرق على موضوع كمان، لانه بالنسبة لفرويد اللاشعور والغريزة الجنسية وخاصة الغريزة الجنسية في فترة الطفولة هي عند فرويد هيدول الأسس، هيدول الأعمدة لظهور المرض النفسي ولظهور الخلل النفسي. طيب شو قصة الغريزة الجنسية؟ هلا هون كلهم يا جماعة فايتين ببعض، يعني لا شعور مع غريزة جنسية مع هيدول كلهم ايتمز فايتين ببعض، ماشي؟ بنحاول قد ما فينا نفرفطهم هيك، نفرفطهم ونبسطهم. غريزة الجنسية شو هي؟ يعني الجنس. الغريزة الجنسية هي كتير أساسية وهي فطرة مثل الأكل مثل الشرب، هناك حاجة جنسية، والله سبحانه وتعالى حتى فينا وحتى بالحشرات وحتى بالحيوانات وحتى بكل وحتى بكل المخلوقات هدفها هو غريزة البقاء وغريزة التكاثر، يعني بيتكاثروا لحتى يكفي نسل البشرية. نحن مثل ما في عنا العدوان اللي هو له خصة بالدفاع عن النفس واللي هي تسمى غريزة الموت، عندي غريزة تانية اسمها الغريزة الجنسية اللي هي إيكوال للبقاء أوكي والاستمرارية. طيب نحن بنختلف بالنسبة للحياة الجنسية تاعية الإنسان، تختلف عن الحياة الجنسية عن الحيوانات، لأنه نحن الحياة الجنسية عند الإنسان هناك قيود، هناك عم بحكي من هلأ أو من قبل، هي تختفي عن الأعين. إجمالا الإنسان بيستر عورته، بيستر أعضاءه التناسلية، أما الحيوان ما بيصير في عنده هاي الأشياء. وهناك نوع من الشعور بالعار إذا حدا شافه، أو شعور بالإشمئزاز إذا حدا شافه مثلا أعضاءه التناسلية، أو حدا شافه إنه هو عم يمارس الجنس. فهيدي قوانين، هيدي نتيجة تقاليد، نتيجة أعراف، نتيجة أنظمة وضعتها ظروف الحياة، وضع المجتمع لكي ينظم حياة الإنسان، وما تكون الجنس هيك بطريقة عشوائية. هناك ضوابط، يعني القوانين والتقاليد اللي موجودة بالبيئات المختلفة سواء كانت بيئات بدائية أو متحضرة، هناك قوانين لممارسة الجنس، مش مين ما كان بيقدر يمارس الجنس. ليه؟ لأنه هناك أخطار. على ماذا؟ خطر، في خطر على، يعني هي نوع من حماية للإنسان، خطر بيحمي الإنسان من الاعتداء على الآخر، خطر أنه يكون نوع من حماية النسل، يعني مش معروف هذا ولد ابن مين وهذا ولد ابن مين. فإذا بنشوف ومنشوف وهيك بنفوت بأعماق القوانين والشرائع، شو ما كانت هذه القوانين وهذه الشرائع، ما بتقلك إنه الجنس مباح بشكل
بغض النظر شو عم يتطبق، نحن عم نحكي اذا فتنا عن الشرائع او فتنا عن الاحكام حتى الاعراف، ما بيقول لك انه الجنس اوه هذا مثل ما انه عادي بيقدر واحد يمارسه مع مين ما كان وين ما كان وعلى الطريق وكيف، ما في هيك. فهناك الجنس يعد محرم ومكروه ومنبوذ خارج نطاق الزواج وليس مباح ابدا، وهناك مثل ما اتفقنا قوانين وشرائع حددت اسس لممارسة الجنس ضمن إطار الزواج، ضمن إطار الإعلان إلى ما هنالك وإلى ما هنالك. طيب هلا الجنس، الغريزة الجنسية هي غرائز المحافظة على النفس، غرائز البقاء، غرائز المحافظة على كيان الإنسان واستمرار البشرية. هذا اللي نحن يعني اللي بيميز الإنسان عن الحيوان، هذه يعني الاصطدام اللي يصطدم به الفرد مع المجتمع، عنده غرائز جنسية، عنده نشاط جنسي، ولكن هناك تابو، هناك في أسس لممارسة هذه الأمور حتى الدين وحتى المجتمع وحتى الأعراف. لأنه في بطالة جنسية، لأنه في قدرة جنسية، يعني الليبيدو موجود، القدرة الجنسية موجودة، ولكن يصطدم الإنسان بأنه ما بيقدر يمارس الجنس، ومن هنا تظهر على بعض الأفراد آثار الاضطراب العصبي نتيجة لفشل حل هذه المشكلة. يعني نحن الهو اوكي ما اتفقنا فيها غرائز، وهناك يجب يكون انه في اشباع لهذه الغرائز ومنها غريزه الجنس. لما الهو لا تشبع والهو ضل مكبوتي اوكي رح ينشا الاضطراب النفسي، لانه مثل ما اتفقنا الانا هي اللي لازم توازن بين الهو والانا الاعلى ليصير في تنفيس لهذه الغرائز، ولكن بطريقه لا تتعارض مع المعايير الاجتماعية، لا تتعارض مع الشرائع الدينية، لا تتعارض مع التقاليد. في حال صار في فشل لحل هذه المشكلة سوف ينشأ الاضطراب العصبي نتيجة لفشل حل هذه المشكلة، ألا وهي إشباع الغريزة الجنسية. نعم ما خلص المحاضرة فكرة ما تفوتي لهم خلاص اوكي يا هلا. واللي بيزيد من تعقيد هذه المشكله يا جماعه انه الغريزه الجنسيه والبلوغ الجنسي يبدا في الظهور من قبل ان يستوفي الفرد نصيبه من الذكاء ومن تفهم للاسس الاجتماعيه والعراف والتقاليد، اللي بنشوفها بفترة المراهقة، يعني اللي عمره 13-14 سنة بصير في عنده بلوغ جنسي، ولكن ما بتلاقي انه والله انه صار عنده هالذكاء وفهمين الأعراف وفهمين التقاليد. فظهور هذه الغريزة الجنسية في فترة الطفولة وفي فترة المراهقة سوف تصطدم بشو؟ رح تصطدم بالمجتمع، رح تصطدم بالدين، رح تصطدم بالأعراف، رح تصطدم بالتقاليد، بالشرائع. هذا الاصطدام يؤدي غالبا إلى نتائج متطرفة من الإشباع أو القمع. ممكن بكثير من الأحيان يظهر يعني الأساس للاضطراب العصبي للفرد أساسه كان هو هذا الاصطدام من عملية عدم الإشباع الجنسي. يعني بيقول فرويد إنه الاضطراب العصبي يعني في صلة كتير وثيقة، مثل ما اتفقنا في صلة كتير وثيقة بين اللاشعور والأمراض والاضطرابات العصبية. بيقول فرويد هناك صلة قوية جدا بين الاضطراب العصبي وبين الغريزة الجنسية، وهي اللي كمان مبدأ
كون منه فرويد نظريته بالتحليل النفسي. يعني هيدي اعمده اعتمد اعمده حتى فرويد وكون نظريه التحليل النفسي. واللي لفت له نظره لفرويد لهيدي المعلومه هو استاذه شاركو اللي قال له انه دائما بالحالات المرضيه اللي عم بيشوفها وخاصه حالات الهستيريا كان يقول له الجنس دائما هو السبب الرئيسي دائما دائما دائما. وبالفعل فرويد اخذ هيدي الفكره اللي هو كان كثير مأثر بشاركو هو كان استاذه اخذ هيدي الفكره وصار يطبقها على مرضى ولقى عن جد انه هناك صله قويه جدا. حسنا ليش منين بني هذه الامور؟ من خلال مشاهداته لهؤلاء المرضى، من خلال قد ما شاف مرضى، قد ما عالج مرضى، قد ما منع عليه مرضى، وجد انه الاعراض المرضيه لها صله كثير كبيره بالجنس، وإلى صلة كتير كبيرة باللاشعور، وإلى صلة كتير كبيرة بالحياة الطفولة. وهي أهم الاكتشاف اللي حطه والأساسي اللي هو عمود رئيسي كان بالتحليل النفسي اللي هي الجنسية الطفلية، الجنس والطفولة معناتها. وجد أنه الأعراض التي يعاني منها المريض نزاك نعم خلاص مش الحال. وجد انه الاعراض اللي بيعاني منها المريض اما بتكون جنسية صريحة او مضمرة مخبية. ولكن كان فرويد يتتبع فترة الطفولة، يعني كان يرجع ينقش المريض يرجع لفترة الطفولة، وجد واكتشف شيء اسمه الجنسية عند الأطفال اللي هو سبب رئيسي لظهور الاضطرابات العصبية، واللي حطها كأساس كتير كبير بعملية التحليل النفسي وبنظرية التحليل النفسي. تذكر لما حكينا عليكم حكينا عن الفترة الفمية والفترة الشرجية وهولي، وإذا صار كيف بيتعاطى الأب والأم مع الطفل خلال الفترة الفمية وخلال الفترة الشرجية، وشو هو التثبيت اللي بيصير فيما بعد؟ تذكروا ولا نسيتوا؟ هيدول اي بي سي، هيدول ما لازم تنسون، هيدول لازم تحفظوهم مثل اسمكم اول فصل. هيدول ما لازم تنسون، هون اللي عم نحكي عنهم هلا. هدول اي بي سي، اي بي سي بعلم النفس. دكتورة؟ نعم. كرمال هيك فرويد بلش بالمرحلة الفمية وأعطاها خصائص من هون. هو قسم من مرحلة الطفولة وبلش يحكي عنها وشو هو الاضطراب الذي دخل في هذه المرحلة شو أدى؟ اللي هو اللي عم يحكي عنه فرويد. الطفل اللي كتير كبير، الطفل ليكو بدي أقول لكم شغلة، بدي أقولكم تنتبهوا للشيء. علم النفس مش هي محاضرة والله محاضرة رقم واحد ومحاضرة رقم اثنين ومحاضرة رقم عشرة، وعلم النفس هيدا السيمستر محاضرات هيدا السيمستر غير محاضرات هيدا السيمستر، كله معلق ببعض، كله فايد ببعض، كله فايد ببعض. يعني إحنا بنعطي ستيب بستيب 2 اللي بنعطيها هي مترابطة بس لحتى توضح لكم الصورة. يعني ما في مادة اوكي بتكون والله هي مادة لحالة ما خاصة بالتاني، او هيدا الموضوع ما خاصه بهيدا الموضوع، لا هيدا كله مشعب، كله متداخل ببعض، بس ما فيها احنا نعطيكم يعني هوب هوب حتفهمون. الطفل الشديد، الطفل الصغير البيبي اللي متعلق كتير بأمه وبيه واللي بيصير في عنده نوبات من الغيرة والغضب والرغبة بالاستئثار بمن يحب،
وبيركض وراء اللذة وحرارة العاطفة اللي دائما بيسعى إليها هذا الطفل، اللي هي بعدين هون إذا لم تشبع هذه الحالة عند هذا الطفل، بعدين بيطلع عنده كبالغ حالات من العشق والشبق الجنسي عند البالغين. غريزة عند الأطفال مش مثل ما نحن بنعرفها، مش مثل ما نحن مش هو السكس يعني نحن بنعرفه، لا، الغريزة عند الأطفال هي صورة غير تلك التي نراها عند الكبار، ولكن في تشابه. دكتورة عملت ميوت الصوت. دكتورة انتبه، عملت ميوت. حدا يحكي على الواتساب، بانكي مش منتبه. يلا حابعت له. كانت سمعتنا. اوكي، من وين وقفنا؟ من وين وقفنا؟ انت عم تحكي عن الطفل اللي بيعاني من الحنان الزائد. لا، انه الغريزه عند الاطفال غير الصوره اللي احنا بنشوفها اللي عند البالغين. أوكي. او الكبار. هي اللي احنا انه ايه الجنس عند فرويد مش معناته هو عند الطفوله، بحاله الطفوله هي يعني الغريزه الجنسيه اللي عم يحكي عنها فرويد بفتره الطفوله مش هي اللي ذات الغريزه الجنسيه عند الكبار، ولكن هن لهم اصل واحد، هن متشابهين تشابه كثير اساسي بين بعض. يعني هذا العشق، هذا الاستئثار بالام، هذه الرغبه الشديده والغضب والغيره، هي ظاهره من الظواهر للغريزه الجنسيه في فتره الطفوله. افهمتوا؟ أما بين سكتوا. واضح واضح دكتورة. واضح دكتورة. ماشي. فإذا للغريزة الجنسية الطفلية هي اللي عم بتلاقي بفترة الطفولة أنواع من القمع والمقاومة، مثل ما عم بتلاقي الغريزة الجنسية لدى فترة المراهقة لدى فترة البلوغ من قمع، هي ذاتها راح تؤدي إلى اضطرابات عصبية واضطرابات نفسية. ما فينا نقول عند فرويد إنه الجنس ببلش عند البلوغ، لا، الجنس عند فرويد ببلش من المرحلة الفمية، من بكير 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 أول ما يرضع الطفل، وهذه الإحباطات وهذا عدم تشبع هذه الغرائز، القمع، المحبة، الكره، الابتعاد عن الأم، الإلفة، الغيرة، كل هدول مظاهر اللي بيكون عند الطفل. بدنا نشوف شو هي الصدمة اللي صارت عند هذا الطفل فترة الطفولة. انتبهوا، أوقات عند مريض النفسي ما بيتذكر كل هالتفاصيل، ولكن الطبيب النفسي ممكن يستعين بأحد المقربين جدا من هذا المريض، إذا بيسمح المريض، لحتى يأخذ عنه بعض المعلومات، كيف كانت طفولته، كيف كانت حياته، كيف كانت إلى ما هنالك. في إشياء كثيرة بيكون في مقاومة كثير شديدة، وبيكون صعوبة إنه يتذكرها المريض. و بحالة الطفولة مثل ما اتفقنا عندنا هيدي الحب، التملك، عندنا الشهوة اللي بتظهر بعملية الرضاعة عن طريق التصرفات العشوائية، ولكن يصطدم هذا الطفل بالواقع وبالمعايير
اللي بتحطها الام او الباي، وفجاه بعدين حيرجع يستسلم الطفل لهذا الواقع لانه ويستسلم يعني ينصاغ لاوامر اللي بتنحط، لانه ما في تكافؤ قوى بين الطفل وبين قوه الاهل وبين سلطه الاهل. هذه الاستسلام سوف يؤدي، ممكن يكون يعني هذه القوى وهذه المعايير تكون صارمة جدا يستسلم إليها هذا الطفل، وتظهر فيما بعد على طريق مشاكل نفسية. هذه المعايير وهذا الاصطدام ممكن تكون بطريقة سلسة محببة بتقرب منه الطفل، فيستسلم الطفل بطريقة سليمة لا تنشئ الاضطراب النفسي فيما بعد. عند فرويد الطفولة زاخرة، مرحلة الطفولة وعهد الطفولة زاخرة بالحوادث النفسية، والحوادث اللي هي تعتبر جنسية مثل ما اتفقنا، والتي قد تم قمعها واستبعاده ونسيت نسيان تام. وهذه الأمور وين رح تروح تتخزن؟ رح تتخزن وتكبت في اللاشعور. هلا بالنسبة لمرحلة الطفولة، إذا بنيجي يعني أنا هلا بتيجي تقولوا لي شو بتتذكري بمرحلة الطفولة، يمكن ما بتذكر إلا آخر 8 سنين، يعني 8 سنين وبطالع، عرفت؟ ما فيني أتذكر أنا شو صار بعمر السنتين، ما فيني أنا أتذكر أمي كيف فطمتني، ما فيني أتذكر، أوكي؟ ولكن هذه الأمور اللي هي صارت من وقت ما كان عمري السنتين لعمري 5 سنين 6 سنين 7 سنين 8 سنين، هذه حوادث نسيت تماما، ولكن هذه الذكريات سواء كانت أنيمة أو مش أنيمة، فيها قمع أو ما فيها قمع، تكبت وتظهر عند فرويد بالنسبة لفرويد على أساس الجنسية الثائرة المندفعة. يعني مثلا إذا كان واحد عنده شبق جنسي، بيقول فرويد إنه كان في نوع من تعلق شديد بفترة الرضاعة بالأم وحرم من هذا التعلق، بعدين لما كبر صار في عنده شبق جنسي. عرفتوا كيف أخذ فرويد؟ يعني هو ما حيتذكر المريض إنه شو صار بخلال فترة الرضاعة، ما حيتذكر، ولكن هيدي أسس حتى فرويد ضمن اكتشافاته اللي هو وضمن دراساته، يعني بالنهاية هو يعني عمر فات قضى عمره كله بهيدي، حتى أهمل عائلته بس غاص بالنفس البشرية وبين اللاشعور والجنسية وحياة الطفولة، اللي هي حطت أسس للتحليل النفسي ولنظريات التحليل النفسي. دكتورة شو بدنا نحكي بعد؟ كنا نحكي بعد، ممكن سؤال لو سمحتي؟ تفضلي. يعني حضرتك بالمثل اللي اعطيتيه لازم تكون مرحلة الفطام مرحلة سليمة تما يصير في عنده اشباق جنسي فيما بعد. مظبوط. بدي منكم شغلة، تتذكروا شو اعطيتكم انا السمستر اول سمستر اي مادة؟ اعطيتينا المراهقة والطفولة. غير شو المادة الثانية اللي اعطيتكم؟ الطفولة، ما في مراهقة، والدماغ والسلوك. لما حكيت عن فرويد وكيف قسم الحالة هيدا، مش انتوا اللي اخذتوها معي؟ بلا مدريد. شفتوا هيدول المحاضرة اللي انا حكيتها؟ هيدول بدي اياكم ترجعوا تسمعوها ان ديتيلز، اوكي؟ تسمعوها ان ديتيلز هيدا المحاضرة او بتقروها، ما بعرف كيف بتجيبوها، حتى لانه هي هيدي فايته فيني، هيدي بتشرح لكم بتقوي لكم معلوماتكم اكثر واكثر. دكتوره بس بالضبط حكيتي فيها لنعرفها بالضبط شو هي، انه شو ممكن يكون فيها تفاصيل حتى ناكد عليك انه هي ايه موجود. هيدي المراحل اللي حكينا، المرحله الفميه، المرحله الشرجيه، وصرت اعطيكم امثال سعيد ونبيل وهول تذكرتوهم. صح. هاي دولة. أوكي تمام. بس كنا عم نأكد عشان ما. كيف أمها تعاملت مع سعيد والبي كيف تعامل مع سعيد، وسعيد كيف طلع بلا شرط وسعيد طلع بيدخن وسعيد طلع. سعيد ونجمة. ذكرتون؟ إيه.
أنا نظري. إيه دكتورة وقت عطينا أمثلة حية. أيوة هيدي هي شاطرين. ترجعوا تشوفوها هلا عندي كذا شغلة ما بدي أحكيها، عندي الصراع والكبت. بعد في كم شغلة بدي أحكيها. عنا بعد بدي أرجع شدد شوي على الميكانيزمات اللاشعورية اللي بيدخل فيهم اللاشعور، حكيتهم أول محاضرة، هيدول كتير مهمين. أنا عم قلكم هيدول جاي منهم بالامتحان. وآليات الدفاعية؟ إيه الآليات، الميكانيزمات الدفاعية اللاشعورية اللي بيدخل فيهم اللاشعور من أجل تخفيف الاضطرابات ومن أجل تخفيف الاضطراب والقلق. هيدول تعرفوا شو معيات هيدول؟ هيدول الـ ABC لعلم النفس. هيدول إذا ما بتعرفوهم ما بتحفظوهم ما بتفهمون، معناتها ما بتفهموا شي بعلم النفس. أنا ما بهمني أعطيكم حشو وأقعد أقرأكم على الكتاب وقلكم والله، أنا بهمني هاد أعطيكم هيدول الديتيلز اللي هني أساسيين. هاو الديتيلز هني أساسيين بعلم النفس. طيب رح بس بلش أعطيكم بس هيك هنت صغيرة مش رح فوت فيهم. هيدا الميكانيزمات، ارجع نحكي شوي عن بعض الميكانيزمات، هني كتار يا جماعة الميكانيزمات الدفاعية اللاشعورية كتار. بس أنا عم الميكانيزمات هي ذات الآليات نفس الكلمة يعني. هي حيل آلية ميكانيزم لاشعوري، هني كتار. عم حاول أنا كل فترة أعطيكم شوي شوي. اوكي ماشي، شو هدف هذه الميكانيزمات؟ شو هدف هذه الحيل؟ شو هدفها؟ هذه الحيل هي حيلة يستعملها اللاشعور، ما منفكر فيها، ما بناخد قرار انه نعملها، بتظهر بشكل تلقائي، وهي وسائل تمويه. هي شغلة بتأدي إلى تقريبا هيك بتموه، بتظهر بشغل مبطن. كيف يعني؟ لأنه عندي شيء حصل وما قدرت أنه أنا أظهره لهذا الشيء، بيجي يعني وبيجي بس رح يصير في عندي انا نوع من القلق، نوع من التوتر، بدي اعمل شغله ما قادره اعملها. خلص انا اذا ما شبعت هذه الشغله رح فوت بستريس، رح فوت باحباط، رح فوت بقلق. برجع بس بذكر كل انسان عنده حيل دفاعية لشعورية ليخفف من وطئة القلق ومن وطئة الأحباط ومن وطئة التوتر. يعني شو هدفها؟ هدفها هي التخفيف من القلق ومن التوتر. شو خاصيتها؟ هي غير، هي لاشعورية، غير غير مدركة، لا يتم التخطيط لها أبداً. هي حيل، هي وسائل للتمويه لكي يستطيع الإنسان أن يشبع بطريقة ما هذه النزعات إلى حد، هذه النزعة سواء كانت غريزية أو شيء حدث خلال فترة حياته من دون أن يتسبب بالإحباط وبالقلق. كلنا عنا حيل دفاعية لشعورية. ممنوع تكون كتار بحياتي اليومية، ما فيني أنا تكون الحيل الدفاعية اللاشعورية هي مسيطرة على حياتي. وانس إنه أنا سيطرت على حياتي، يعني أنا كإنسان كشخص عندي كذا ميكانيزم لاشعوري ظهر عندي، أنا معرضة وأنا يمكن فتت بالاضطراب النفسي. كل ما زادوا الحيل اللاشعورية كل ما تكسرت شخصيتي، كل ما أصبحت شخصيتي هشة، تناثرت شخصيتي. كلك إنسان طبيعي، كلنا عنا ميكانيزمات شعورية لا إرادية.
لا سوري ميكانيزمات لا شعورية، ولكن عددها بسيط، واحد اثنين اوكي ثلاثة، بس اذا انا عندي 12 ميكانيزم، انا ما بعطيكم العدد يعني، بس الميكانيزم الدفاعي اللاشعوري بيكون مسيطر على حياتي وظاهر على حياتي. هذا الانسان انسان غير طبيعي، هذا الانسان عنده اضطراب نفسي، اضطراب عصبي، يمكن عنده مرض عصب. اتفقنا شو معنات ميكانيزم دفاعي لاشعوري؟ ممنوع يكونوا كتار. محاضرة ما قادرة أكون محاضرة على أونلاين. Talk later. Bye. أوكي. منا اللي هي إذا بتتذكروا حكيتكم بشيء اسمه البدل أو الإبدال. أعطيتكم مثال اللي أنا مثلاً بيكون عندي مثلاً الرجال بيكون بيشتغل بشركة، بقوم المدير الشركة ببهدله أو بهينه. ما قادر يحكي شيء لأنه ممكن ينطرد من الشركة وهو بحاجة لمعاش آخر الشهر. بروح على البيت بفش خلقه بمين، مع أنه مرته بتكون مستقبته وعملت له أكل، بيصير يصرخ وعيط على مين؟ على مرته. أسمعوني؟ بنسمعك دكتور. واضح واضح. ما بتجاوب جوزة، تكبت هذا الشعور. ما بتجاوب جوزة، بتروح بتفش خلقها بمين؟ بولادها. ولادها بروحوا بيضربوا الحيوانات، بيضربوا البسينات، بيضربوا ولاد الجيران إلى ما قلنا. هي الإبدال يقصد به نقل القيمة الوجدانية من فكرة إلى أخرى. أوكي؟ من دون أن نعم. هي نفس الإزاحة؟ هي البدل، هاي مش هي البدل، إزاحة والبدل أو الإبدال. ولكن انتبهوا هون الإبدال هي بطريقة غير طريقة غير سوية. هلا ممكن أنا ما فيش خلق مثلا إنه بهالطريقة أروح فيش خلق، ممكن أعمل رياضة أنا وطلع هيدا، يصير في نوع من التنفيس لهذه المعاملة السيئة. أوكي وخلص يعني بيمتص غضبي أنا، أو ممكن أنا أعمل شيء تاني، ممكن روح إنه مثلاً أرفع تقرير مثلاً بطريقة علمية، بطريقة مدروسة، إنه أنا قال للمدير إنه أنا ما غلطت، إنه أنا ما عملت، إنه أنت وبخت هنا، أتمنى منكم الاعتذار. وأنا هلا الإبدال هي معناتها يقصد بها نقل القيمة الوجدانية من فكرة إلى أخرى، من فكرة إلى أخرى أو من إنسان إلى آخر. أوكي أوكي، هلا مين بيكون هون اللي عم سيطر اللاشعور؟ اللاشعور بيصير حتى يبرر، يعني طب بتقول له مرته ليه عم تعيط علي، بيصير يبرر يعني يخترع فكرة غير موجودة بيآمن فيها، أو يخترع سبب كتير سخيف لحتى يبرر هذه يبرر عملته. أوكي؟ يبرر عملته. فإذا هيدا كتير بنشوفه بحياتنا اليومية، وهذا شيء نورمال يعني، بس ما لازم يكون دائما. أوكي؟ لما يحس الإنسان بالضغط وما قادر ينفس هيدا الضغط، بقوم بيكون في يعني تنفيذ بطريقة غير موضوعية، غير يعني ما في سبب رئيسي لحتى الأم تضرب أولادها لأنه جوزة عيت عليها وإنما هنالك. هلأ عنا هيدا أنا حكيتها وعطيتها بالتفصيل بالمحاضرات اللي قبل. التبرير كمان حكيتها بالمحاضرة اللي قبل، اللي هي ما بيكون عندنا استعداد انه نحن نواجه حالنا بالافكار او التصرفات التي نفعلها في حياتنا اليومية، ولكن نبرر هذه الافعال بطريقة غير موضوعية وبطريقة إلصاق
الأسباب إلى الأشخاص الآخرين. يعني أنت مثلاً يا أخي ليش عيطت على هيدا الزلمة؟ هيدا الزلمة شفت لو ما أنا عيطت عليه هيدا كان رح يعمل مشكلة معي ورح يعمل مشكلة معي ورح يخرب لي الدنيا، فأنا عيطت عليه. هيدا ما بطيق، مع أنه هو ما بيكون هيدا الشيء، يعني ما بيكون له أي أساس موجود من يعني ما في أبداً، ما بيكون له أي أساس صحيح. بيبرر كراهيته لهذا الشخص ودناءة أفعاله مع هذا الشخص لأنه هو بيكرهني، لأنه هو بيتمنى لي الشر، فأنا بدي أتغدى قبل ما أتعشى، مع أنه هذا ليس له أي أساس صحيح من الصلة، ما في شيء أبداً من حكيه صحيح. مثلاً بيكون في عنده يعني كتير قصة التبرير كتير من لقيها موجودة بحياتنا اليومية، مزبوط؟ طيب في شيء كمان إنه يعني بتكون وجهة نظره مش منطقية، صح؟ شو؟ وجهة النظر اللي قاله مش منطقية. كله منه منطقي. انتبهوا، في ميكانيزم دفاعي لشعوري سيء وفي جيد، الإعلاء والتسامي جيد، الإزاحة والبدل بطريقة سيئة، لما أضرب مرتي إزاحة وبدل. انتبهوا، يعني في ميكانيزم دفاعي لشعوري، إذا بتذكروا أول محاضرة بليز ارجعوا راجعوها، في ميكانيزم لشعوري كتير منيح، ميكانيزم لشعوري مضر خطر، ناضجة والغير ناضجة، اندماج 100%، الاندماج أو التوحد. اندماج أو التوحد، أنا لما اتوحد، لما اندمج بشخصية بصير أحكي مثلهم وأتصرف مثله، وقال يعني أنا قد ما بكون كي أنا بحب بي كتير أو بحب أمي كتير وبمتص صفات الأبوين، أندمج بشخصية الأب أو أندمج بشخصية الأم، أو أتوحد بهذه الشخصية، فبصير احكي مثل امي او احكي مثل بيي. نفس الشيء، ولما اعصب بعصب مثلهم، ولما لما بدي احكي بحكي مثلهم، ولما بدي امشي بدي امشي مثلهم. هيدا كمان ميكانيزم دفاعي لشعوري، نسي شخصيته الاصليه هذا الانسان واصبح يتكلم بلسان الدور الثاني. يعني مثلا ما بتشوفوا كثير عوالي احمر بالخط العريض تجي قال هي انه او هو بيقلد مثلا عبد الحليم وبيعمل شعراته مثل عبد الحليم او بيحكي مثل عبد الحليم وبيمشي مثل عبد الحليم. شايفين هيدي الحلقه؟ ما بعرف اذا شايفينها. صح، شخصيته الاصليه ويتكلم بلسان الدور الذي يمثله. دكتورة نعم دكتورة. دكتورة عندي سؤال. تفضلي. هون بتصير العملية مثل المثل اللي اعطيتيني اياه، هل هو بيكون واعي لانه الميكانيزمات الدفاعية بتكون غير واعية؟ اكيد لا، غير شعوري، غير واعي ابدا ابدا. إنه إذا وصل لهذه المرحلة اللي عم بقلد فيها الشخصية ابدا غير شعوري، ما بيكون واعي على نفسه؟ لا شعوري، ما اسمه لا شعوري، لا واعي، لا يتحكم بها ابدا. دكتوره في عندي سؤال لو سمحتي. هل امراض بتكون هي الميكانيزمات الدفاعيه بتكون مكتسبه او كله فطري؟ لا مش فطري، ما في شيء فطري، نحن اتفقنا انه اللا شعور هو غير فطري، غير خلقي، هي نتيجه المكبوتات وكل شيء مر بحياتنا. يعني في شيء بيتعلمه من أهله، ميكانيزمات دفاعية بيتعلمها من المحيط الولد هو صغير، إنه والله التبرير وهيك؟ لا 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 لا، هيدي ما بت هيدي لا شعور هو اللي بيتحكم فيها، ما بيتعلمها، ما غير مكتسبة. أوكي شكرا. غير مكتسبة. إذا أنا اتهمت حدا إنه هو ما بيحبني وهو بيكون هيدا الشيء ما إله أساس من الصحة، يعني أنا ما بكون عارفة إنه أنا عم برمي عليه الأشياء الموجودة عندي؟ لا ما بكون عارفة، ما بكون واعية أبداً أبداً.
يمكن أنا بغار من هالشخص لأنه هو مثلاً عنده شغلة أنا ما عندي إياها، فيتحول هذه الغيرة إلى نوع من الكره والكراهية. طب إيجا حدا سألني يا عمي لا بتكرهوا لهيدا الزلمة، بطريقة غير واعية غير شعورية بيصدق إنه هيدا الشخص بيكرهني كرمالك أنا بكرهه، ولكن إذا إيجا حدا نكش فينا عملنا له شوي هيك نكش، حدا هيك بيعرف شو هو الأساس لهيدا، فهمتوا؟ الإنسان غير واعي، غير ما هي ميكانيزم دفاعي لا شعوري، لا 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 شعوري. الآليات الدفاعية لشعورية قلتينا يهنا بأول محاضرة هن مرضية وغير ناضجة وعصبية وناضجة. كل واحد قلتينا في إشياء هلأ في إشياء تاني، في إشياء عم نعيدة عم نزيدة. إيه عم نعيد، لأنه يعني نحنا أخذنا أنه الآليات الناضجة وكل شيء يعني أخذنا فيهم مثل الكبت والإبطال والنقص ما عدتوا. هذا أكبر دليل أنه أنتم مش قارينوا يا جماعة، مش قارينوا. بليز أول بأول بلشوا، أوكي؟ أول بأول دروس المحاضرات عشان نضلكم معي على نفس المود، على نفس الموجة. ما تحسوا عم بحكي هيك لحالي، عم تحكوا عم بحكي شيء غريب. كل ما انتم درستوا المحاضره اللي بعدها بتحب تفهموها بتتعمق افكاركم اكثر. فبليز بعدين عشان عم بعطي كان يعني مش عم بعطي 10 محاضرات بالاسبوع، يعني نحن شيء بتكون عم لنفوت للنكست ليكتشر. لما نفوت بالنكست ليكتشر شو راح يصير؟ راح تحسوا انه والله عم تتعمق افكاركم اكثر. ما هي بعلم النفس، هي بقصه الاداب وعلم النفس مثل ما اتفقنا، يعني هي مثل قطار، مثل سلسله، وحده بتكمل الثانيه، وحده بتعزز لي الفكره الثانيه، بتم عندي الافكار الرئيسيه، بتم عندي الفكره الكليه. فهمتوا علي؟ عشان هيك انا بنصحكم بكل ماده، على قليلي بمواد انا، تقروا المحاضره اللي قبل بليز، افهموها منيح، اقروها منيح. لما نفوت على النكست ليكتشر بتحسوا ان الاشياء اللي عم نحكيها سهله، بتتعمق الافكار اكثر، تحفظوها اكثر، وبتصير مثلا بتصيروا تربطوا الامور بطريقه افضل. مش تقروا ليكتشر يعني وبعد شهر تقروا ليكتشر الثاني، راح تحسوا انه بضياع. هيك رح تحسوا انه المادة حلوة ومتعلقة ببعض، وهيدي المحاضرة عم بتكمل التانية، عم بتكمل بعضها. فهمتوا؟ يعني الاشياء اللي بترجع بتأكدي عليها منزيدة على الفكرة الرئيسية اللي عطيتينا اياها بالمحاضرة اللي قبل. اصلا هلا اذا انتوا رجعتوا حطيتوا محاضرة نمبر 1 ونمبر 2 هلا نمبر 3، اوكي، بتلاقوها كلها مترابطة ببعضها وكلها حوالين شعور لا شعور، ميكانيزمات دفاعية آليات دفاعية، او بترجعوا بتلاقوا ان شو هني هول الميكانيزمات المنيحة، شو هي المرضية، او بتقولوا انه فرويد هو عمل التحليل النفسي، وشو دخل فرويد، وكيف بلش فرويد بالتحليل النفسي، وشو غير فرويد. هذه هي كل حكاية، هي عبارة عن حكاية عم نكفيها بكل محاضرة. دكتورة؟ نعم. بعد اذنك ممكن تعطيني مثلا عن الدفاعيات الايجابية؟ ممكن. اعلاء وتسامي، ما هذا اكبر دليل يا زينب انك انت مش قاري اول محاضره. لا انا قاري اول محاضره بس. قاري اول محاضره يا زينب؟ ايه نعم دكتوره. عطينا اعلاء وتسامي وقتها بيكون في مثل خي مثل اللي حضرتك بتعطينا اياه، بصير الدرس اسهل كرمال هيك. ايه بس اعلاء وتسامي، انا لما انا جماعه لما انا حطيتكم اول محاضره اعطيتكم امثال، اعطيتكم مثل يا زينب، لما اعطيتكم اول محاضره اعطيتكم امثال. اعلاء وتسامي هي ايجابيه، مثل الشخص مثلا انا بكون معصب بروح بيعمل رياضه صح، او اللي بي كمان اللي ما عنده اولاد، الوحده اللي ما بتجيب اولاد بتصير لا شعوري او معنسه او ما عنده اولاد. الميكانيزم الدفاعي لشعوري ممكن تكره اولاد رفقتها، ممكن تكره اولاد خيها، ممكن تكره اولاد اختها بطريقه وتكون تتعاطي معهم منه مزبوط. اذا كان هذه الميكانيزم بطريقه جيده ممكن تحس اولاد اختها او اولاد خيها مثل اولادها. شفتوا الفرق؟ اوكي
يعني التعاطي مع اللي بينقصنا بطريقة إيجابية. اللي في أذية غير إيجابي، اللي في إنتاجية وإيجابية فهيدا إيجابي، يعني حسب. فهمتوا علي؟ هذا اللي أعطيتكم البدل، اللي عم يضرب مرته، مرته عم تضرب ولاده، هذا فيه هذا أقولكم هذا مرضي ولا مش مرضي؟ أكيد مرضي. اللي ما عنده ولاد بياخد ولاد ابنه، ولاد خيو، سوري ولاد خيو، بصير يعلمون ويصرف عليهم، هذا إيجابي ولا مش إيجابي؟ إيجابي. اللي عنده علاقة وتسامي، اللي عنده شيء محروم منه بعدين رجع فجره بشيء كتير منيح، هيدا يعني بتكون تشوفوا الريزلت، بتكون تشوفوا النتيجة لحتى تعرفوا إذا هو إيجابي ولا مرضي. اللي بيكره هذا الشخص وبيحول الفكرة منه لشخص تاني ويدعي إنه هيدي الأفكار هي موجودة عند الطرف الآخر، هيدي إيجابي ولا مرضي؟ مرضي. إنه أوكي so simple، لما بتفهميها بتعرفي إذا مرضية ولا مش مرضية. رح وقف هون، نرجع منكفي. إذا ممكن إيه؟ بس كنت حابب أعترض على كلمة حضرتك قلتيها دكتورة، إذا ممكن. شو بدك تعمل؟ بدي أعترض على إكسبرس. أعترض. أعترض. عندي رحابة صدر أنا قد ما بدي إلي. بجانب انه عم نقدم المعلومات النفسيه اللي كنا عم نستفيد منها، بس نحن كمان عم بعلم النفس حضرتك والدكاتره عم نسمع جيل من المحللين النفسيين يلي لازم ينتبهوا لمصطلحات معينه بالقرن ال21. فمثلا إيه؟ تعبير عانس، انه ما بعتقد انه نحن لك بدي اقول لك شغله، عانس هي كلمه باللغه العربيه مش من تاليفه. ايه بس نحن هلا بالقرن ال21 هلا بالقرن، اسمعني شوي، بالقرن ال21 ما غيروا فكرة كلمة عانس، ماشي؟ كلمة عانس هيدي باللغة العربية موجودة، افتح على جوجل شوف تعريفها بتقلك، مش من عندي، مش من عندي كلمة هيك، مش من عندي انا ألفتها وقلت هيدي معنسة، انا ما عم بحكي معنسة، عم لك عانس، عم بحكيك اياها بطريقة سليمة باللغة الفصحى، ماشي؟ فبليز ليكو بدي أقلكم شغلة، بتكون تعلقوا بشكل موضوعي. ما قلت لك أنا معنسة ما عندي أولاد، عاق مثلاً ما بتجيب أولاد، قلت لك عانس، عم بحكيك أنا بمصطلح باللغة العربية موجود. أوكي شكراً لك. See you later. بس شو ال ظهري يعني؟ ظهرت الدكتورة؟ ايه ظهرت الدكتورة، ظهرت حدا يكبس ستوب ريكورد.